الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وأتى بنا إلى بيت من بيوت الله لنعبده على حق ويقين. نحمدك اللهم إلى أن أعطيتنا الصحة والعافية ورزقتنا ذكرك وحسن عبادتك. نشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، قال في كتابه العزيز: قل هو الله أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا الحسنة محمدا، صلوات الله وتسليمات عليك يا من إذا صلى عليك العبد مرة صلى عليه الرب 10 مرات، فصلوات الله وتسليمات عليك يا طب القلوب ودوائها، ويا عافية الأبدان وشفائها، ويا نور الأبصار وضيائها، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. رضي الله تبارك وتعالى على الصحابة الكرام أجمعين وللتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بفضل الله ومنته علينا وعليكم يكون الحديث من خلال هذه الجمعة الطيبة المباركة عن ركائز الأمن المجتمعي، لنتعرف من خلال هذا العنوان على ماهية هذه الركائز وماهية الأمن المجتمعي وأركانه وركائزه وأهميته. أحبتي في الله، المولى سبحانه وتعالى أغدق علينا من النعم ما لا حصر ولا عدد، وقال ذلك في كتاب العزيز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن أنعم الله علينا بنعم كثيرة، لو مكث العالم كله حتى يحصي هذه النعم في جميع وسائل الوسائل المتقدمة فلن يستطيع أن يحصي فائدة نعمة واحدة. لذلك أغدق علينا المولى جل وعلا بالنعم الكثيرة حتى نعبده، وقال في كتاب العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن كل شيء سخره رب العزة جل وعلا لك حتى تعبد الله وأنت في طمأنينة. فمن هذه النعم التي أغدق الله علينا بها نعمة الأمن والأمان، أنك تعيش أنت وأهل بيتك وأسرتك وقريتك ومحافظتك وبلدك، كل يعيش في أمن وأمان. هذه من أجل النعم التي أغدق الله بها على الأمم وعلى الناس كافة. فما من شيء لم يحس بأمن تراه أبدا مرتاحا أو مرتاح البال، ولكن إذا عاش الأمن في الإنسان في أمن وأمان كانت كل حياته حياة طيبة هنيئة له ولأهله. أما الأمن المجتمعي هو عبارة عن الاستقرار الأمني والراحة النفسية للمجتمع، بحيث كل جزء من هذا المجتمع يجب عليه أن يشكر أنعم الله عليه في هذا الأمن. يبقى استقرار، راحة نفسية، أمن، سلام، كل ما يتطلبه الإنسان يعيش فيه. إذن إذا توفرت لك كل هذه الأمور واجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى، لأن الناس اللي هم مش حاسين بأمن وأمان لو معاهم أموال الدنيا كلها مش هيعرفوا يعيشوا. ليه؟ لأن في أي لحظة ممكن الأموال دي تتخذ منهم، في أي لحظة يأتي العدو ويذلهم. مهما توصلت أنت كفرد أنك تعيش في أمن وأمان والمجتمع من حولك في خوف، مش هتقدر تعيش برضو، لأن أنت هتوفر لنفسك أنت وأهل بيتك الأمن والأمان، لكن الناس كلها مش لاقي الأمن والأمان. يبقى أنت هتعيش برضو مهدد من الناس اللي حواليك. يبقى يجب علينا أن كلنا
نبقى أمن مجتمعي، إيد واحدة كل البلد إيد واحدة. لأن لو أنت حبيت تعيش في أمن وحدك مش هتعرف، لازم يكون الكل في أمن وأمان. وعلشان الكل يبقى في أمن وأمان، يبقى يجب على الكل أن يراعي شيء واحد. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر إذن فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدم نعمة الأمن والأمان على الرزق نفسه. يبقى الشيء اللي يجب أن احنا ننظر إليه نظرة عقل الأمن، أنك تعيش أنت وأهل بيتك في أمن وأمان. سيدنا إبراهيم لما دعا قال: اجعل هذا بلدا آمنا، وقال في آية أخرى: اجعل هذا البلد آمنا. يبقى أهم شيء الأمن، أنك تعيش آمن مطمئن على بيتك وعيالك، أنك تسافر وتطلع وتدخل البيت في أمن عيالك، أن أنت تروح أي مكان لو في آخر الدنيا بس في الآخر حس أن أنت ماشي في أمن، أن أولادك في أمن وأمان. يبقى حتى لما سيدنا إبراهيم دعا رب اجعل هذا البلد آمنا، اجعل هذا بلدا آمنا، وبعد كده الرزق يجي بعدين. لان انا النهارده لو انا مش امن مش هعرف اطلع اشتغل، مش هقدر اسيب بيت ولا عيال، هقعد كده هو بالسلاح كده او مع عيالي احرس عيالي بس لحد ما نموت من الجوع كلنا وخلاص وخلصنا. انما نعمه الامن اللي ربنا انعم علينا بيها دي يجب لكل انسان في مصر بالذات يقبل ايده ووشه وظهر، يسجد لله شكره كل يوم انه عايش في نعمه امن وامان. الناس التانية هربانة من الدول بتاعتها وهربانة من أماكنها وهربانة من ده ومن ده، مش لاقية أمن، مش لاقية بيوت تسكن فيها، مش لاقية حد يحميها هي وعيالها. اللي بيرمي نفسه في البحر وبيقول لك هاجر، واللي بيسيب بلده ويروح أي بلد تاني يقول لك أعيش في أمن وأمان. مصر فيها أكتر من 5 مليون لاجئ، 5 مليون احنا معتبرينهم بتوعنا احنا، أولادنا احنا، وأكتر كمان. ده الشيء ده الحاصل ده قليل جدا، ده من فتره كمان. يعني عندنا اكتر من يعني يزيد عن 10 مليون يا اخوانا مصر قوي الناس دي، ومشغلاها وبياكلوا وبيشربوا وبيناموا ويقوموا معانا. شوف البلد الامن وشوف الامن اللي ربنا حطك فيه. طيب الامن ده محتاج منك ايه؟ محتاج منك اول شيء انك تقيم الصلاه. مش انت عايش في امن؟ يبقى اعبد ربنا حق العباده، يبقى الجا لربنا في كل شيء، يبقى تخلي بالك من الصلاه ومن الزكاه ومن الحج، تخلي بالك من فرائض الاسلام. ما دام انت عايش في امن، غيرك مش لاقي الامن ده مش قادر يقوم يصلي ركعتين، خاف احسن يجي حد من ورا يموته، خاف يطلع يصلي في المسجد لانه مش لاقي مسجد اصلا. فانت ربنا اداك النعمه دي، يبقى صون نعمة الأمن دي بأنك ترجع لربنا، بأن أنت تعامل ربنا معاملة طيبة. الشيء الثاني أنك يكون عندك انتماء للوطن، الوطن اللي معايشك في أمن وأمان ومحبة. يجب عليك أنك أنت تحترم الوطن ده، تحترم البلد دي. الرملة من البلد دي تساوي دولة كاملة في أي مكان تاني. ذرة الرملة عندنا في مصر لها تمن، ذرة الرمل في مصر هنا بتمن، نقطة دم من المصري لها مليون تمن. عشان تعيش في الأمن اللي انت فيه ده ما تنساش الآلاف اللي اتقتلوا بسببك واستشهدوا بسببك، ما تنساش الناس الجنود اللي حاربوا عشان انت تعيش في الأمن ده، ما تنساش ضباط الشرطة والعساكر اللي اتقتلوا واستشهدوا وماتوا شهداء عشان انت ولادك تعيشوا في الامن ده. ما تنسوش الناس اللي ضحوا بارواحهم. لازم ان السيدات اللي ترملت والاولاد والبنات اللي تيتموا والاباء والامهات اللي عاشوا مراره فراق ابنائهم واستشهدوا في سبيل الوطن، في سبيل ان انت النهارده عايش انت ولادك في امن وامان. ها الناس دي فوق دماغنا كلنا، الناس اللي حمياك ليل ونهار واكفلك على الحدود
واكفلك في الشوارع ليل ونهار، وانت ولادك نايمين في امن وامان، وعمال تتلفلف في 10 بطاطين وهو واقف في التلج. لازم الناس دي لها احترامها ولها تقديرها. لازم نعرف ان الامن من عند ربنا ده افضل نعمه ربنا انعم عليك بيها. اوعى تكلمني فلان غلي ودي غليت ودي غليت ودي غليت. غليت غليت يا عم، ما تغلى ما تغلى حتى توصل لكذا. في النهايه نعمه الامن والامان تغطي على كل شيء في الدنيا. لما الحاجه تغلى وتبقى متوفره معاك ها وتلاقيها قدامك، احسن ما تبقى رخيصه وتقف في الطوابير، نقف 10 طابور 100 متر. لا يا عم، اغلى الحاجه بس تكون موجوده. الناس بره النهارده كيلو البطاطس عندك ب7 8 جنيه، بره الكيلو ب200 جنيه. احمد ربنا تجيب كيلو الطماطم ب2 جنيه ونص ولا ب2 جنيه، بره بيبيعوه ب100 جنيه بره مش لاقيينه. دول العالم العظمى عندها مجاعات في الاكل وفي الشرب. الدول العظمى النهارده بتلجأ لمصر عشان تاخد منها الخضار والاكل والفاكهه وده ودوا. انت النهارده عايش في افضل نعمه. رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. ارزقنا ربنا، دي نعمه كبيره. يبقى تعبد ربنا حق العباده، تخلص لهذا الوطن، تبني الوطن بتاعك بقى، ابن وعمر. هات ابنك وحببه في مصر، قل له تعالى النشأ الصغير ده تعالوا شوفوا بلدكم، تعالوا شوفوا مصر عانت قد ايه، تعالوا شوفوا الجنود اللي استشهدوا بسببكم، تعالوا شوفوا تاريخ مصر، تعالوا شوفوا مصر ربنا كرمها قد ايه في القرآن، تعالوا شوفوا بلدكم ربنا رفع من شأنها قد ايه، تعالوا شوفوا الصحابة اللي فضلوا يجوا مصر هنا ويموتوا ويستشهدوا في مصر عشانكم انتوا. عرف ولادك التاريخ الطيب للبلد دي، عرفهم وقول لهم ان النبي عليه الصلاه والسلام جه عندك هن وصلى ركعتين لله في جبل الطور. عرفهم ان ربنا اكرمها بالانبياء اللي عاشوا فيها وكلوا من خيرها. العائله المقدسه جت هنا، سيدنا يوسف واخواته، سيدنا موسى وهارون، سيدنا ابراهيم، سيدنا لوط، سيدنا نوح. عرفوا ان الانبياء كلهم دول جم بلدك وغيرهم وغيرهم، علشان البلد دي طاهرة. نعمة الأمن اللي انت فيها دي ليه النهار ده؟ انت أصولك تسجد لله شكر يا أخي كل لحظة ان ربنا أنعم علينا بالنعمة دي. وعلى الجانب الآخر يبقى ناس بتبني وناس بتعبد ربنا وناس بتحب الوطن، وفيه ناس تاني مش طايقة الأمن والأمان، مش عاوزاك تعيش في أمن وأمان، مش عاوز الأمن ده يبقى في البلد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، عذاب أليم. الناس اللي بتسعى للقتل والتشريد وتسعى للفوضى، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، حرام. من يقتل معاهدا، اللي بيقتل أي واحد غير مسلم ومعاهد معاك وبياكل وبيشرب في طبق واحد معاك وبيشرب من نفس المية بتاعتك ونفس الأكل بتاكله بياكله معاك، من يقتل من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها على مسيرة 40 عاما أو على مسيرة كذا وكذا. اللي بيقتل مسلم أو غير مسلم مش هيشم ريحة الجنة ما دام ربنا ادالك الأمن. أنت عاوز تروع الناس ليه؟ ليه طيب؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. اللي بيستر واحد مسلم او غير مسلم، بس النبي عليه الصلاه والسلام كان دائما يقول مسلم لان العامه في الوقت ده كانوا مسلمين، انما خص الجميع، خص المسلم في وجهه العامه. من ستر مسلما او غير مسلم ستره الله يوم القيامه. امال ايه يا اخواني؟ ومن مشى في حاجه اخيه كان الله في حاجته.
وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من فرج عن مسلم كربة من كرب يوم من الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. لما تلاقي أخوك في 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 كربة، في هم، في غم، في ضيق، اقف جنبيه. لو وقفت جنبيه في الدنيا ربنا هيقف جنبيك في الدنيا وفي الآخرة، أنت وعيالك. إنما عشان تروع الناس ومش عاجبك الأمن اللي احنا فيه، لا، ده أنت راجع دينك وإيمانك، ده ربنا اللي حكم عليك. جزاؤك إيه؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض، خزي في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب عظيم عند ربنا. فالنهاردة اللي مش عاجبه الأمن بتاع بلدنا ده، شوف له بلد تاني يا عم، شوف لك بلد تاني. ده انت النهاردة بتاكل من خير البلد وقلبك مش على البلد، بتاخد الرغيف ابو خمسة ساغ النهاردة ومش عاجبك، بتقول هم بيدونا من بيوتهم. لا يا عم، ورينا شطارتك انت، ورينا انت وغيرك هتعمل ايه. لو رحت انت سيادتك على الفرن وقال لك لا البطاقة بتاعتك واقفة، شوف هتفضل تعمل ايه عشان خاطر ترجع الخمس سر الرغيفة اللي انت بتقول عليه ده. لو قال لك انت اصلا مالكش، شوف سيادتك هتعمل ايه. شوف المية اللي بتتحلى كل يوم، كم مليارات من المية، انت بتستهلك كام متر مية انت. شوف المتر ده مكلف الدولة قد ايه، بتدفع فيه كام. لازم كلنا نحس بالنعمة دي. الركائز اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة دي يا اخوانا دي، كون ان انت تعبد ربنا في امان، كون ان انت تنشر الدين في امان، كون ان انت تقعد في المسجد وحاسس بالامن والامان، ان ولادك عايشين في امن وامان، ان ابنك اللي مسافر في امن وامان، انك بتركب العربية وانت امن، ان بنتك بتنزل الساعة 2 بالليل وترجع وانت امن، وانت عايش في نعمة. زود من النعم دي هيا، وزود من عبادتك لربنا. اقرأ القرآن تاني وتاني، وصلي سنة، وصلي الفرائض في مواعيدها، واتجي ربنا سبحانه وتعالى. لازم يكون فيه لجنة دي مع نفسك انت. اللجنة دي تحطها انت في ضميرك، تحطها مع نفسك. الانسان اللي بيعيش فينا النهاردة، من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. من بات آمنا في سربه، لما تبيت كده بنت وعيالك في حضنك وتفتح تلاجتك كده وتلاقي تطلع منها الفاكهة، تطلع منها الأكل، تفتح الحنفية تنزل لك شوية مية نظيفة، تفتح البوتاجاز مش قادر تشيل، مش خلاص شيل الأنبوبة وجري بيها رايح جاي يجرب ينتهي. لما تقعد يعني، شوف النعم اللي ربنا أنعم علينا بيها. من بات آمنا في سربه معافا في جسده، ما عندكش مرض، ولادك نايمين حواليك جنبيك، ما فيش عيل بيعمل عملية، ولا الست النهاردة حصل لها شيء، ولا بنتك حصل لها حادثة، ولا ده ولا ده ولا أي حاجة، ولا بتعاني، ولا بتقول آية بطن ولا آية ظهري. ولما بيحصل لك حاجة بتجري على المستشفى بيقفوا جنبيك. ولما يا سلام على الصرح العظيم اللي الإنسان بيشوفه، والخدمات اللي بيشوفها في المستشفيات العامة النهاردة، يا سلام على النعم اللي ربنا أنعم علينا بيها. لما بيغيتوا واحد يكون عنده كذا ولا عنده كذا، لما بيقولوا دخل اوضه العمليات بسرعه فائقه جدا وتلاقي 30 40 واحد تحت رجليك انت، 30 40 واحد، من ممرض لطبيب لرئيس المكان للدنيا كلها، للي بيجيب لك حضن، للي بيجيب لك سرنجه، للي بينامك على السرير، اللي بيغطيك يا اخي ده انت في نعمه عظيمه، يا اخي ده انت في نعمه كبيره جدا. ده انا دخلت المستشفى بتاعه العزل التامين الصحي، حسيت بان دي ده خمس نجوم يا اخوانا، اقسم لكم بالله العظيم لما دخلت العزل بتاع التامين الصحي حسيت ان انا داخل فندق خمس نجوم.
كل خمس كل 10 دقايق الأرضية بتنضف، كل لحظة سلة الممولات بتنضف، كل دقيقة والتانية اللي بيعدي عليك مرة يقيس لك ضغط ومرة سكر ومرة ما اعرفش ايه ومرة ايه ومرة ومرة ايه ده؟ ايه النعم اللي انتوا فيها دي يا اخوانا؟ ابص الاقي لحظة واحدة كده هو الدنيا كلها اتكركبت في ايه؟ في واحد رجله مكسورة، اجري على الهجر واجري واجري. يا اخوانا احمدوا ربنا، والله ما هتلاقوا الامن والامان ده غير في البلد دي، ولا هتلاقوا الخير اللي انتوا فيه غير في البلد دي، ولا هتلاقوا النعم اللي انتوا فيها غير في البلد دي. يوم ما بتروح تجيب اي علاج في اي دوله تاني بتجيبه بعشر الاضعاف. احمد ربنا، ما تقولش الحاجه غليت، اعبد ربنا وانت راضي، ما تعبدش ربنا وانت في ضيق، لان ده مش في صالحك انت. يبقى عباده ربنا المساواه بيننا، لا فرق لعربين ولا عجمين، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر، كلكم لآدم وآدم من تراب، كلنا من أب واحد وأم واحدة. إن الله خلقنا وهو واحد، وخرجنا من صلب واحد. لا فرق بين عربي ولا عجمي، إيه الفرق اللي بينك وبين التاني؟ الدرجة اللي ربنا عطاها لك في الدنيا علشان خاطر تتواضع بيها للغلبان ده، ربنا علاك علشان انت توطي نفسك للناس دي. لو ما وطيتش نفسك ربنا هيوطيك. اوعى تفكر نفسك ان ربنا اداك الدرجة دي عشان تتعالى بيها، ده ادالك الدرجة دي علشان خاطر انت تنزل بالدرجة، تقول للناس ادي نعمة ربنا اللي عطاها لي خدمتكم انتوا بيها. هو ده تمام الامن المجتمعي، ان المجتمع كله يحس انه ايد واحده، ان العالي فوق ده نزل للقليل الغلبان ده خده معاه وطلع بيه فوق، ان النهارده اللي عايش وماله بطنه ونام وده عايز اخوه برضه بطنه تتميل ونام شبعان زيه، اللي اتغطى ببطانيه نظيفه عاوز الغلبان يتغطى بنفس البطانيه. هو ده الامن اللي عايزين نعيش فيه. النعمة اللي ربنا اديها لك، انت بتجيب بطانية النهاردة بألف جنيه، الغلبان بتديله بطانية بخمسين جنيه بياخدها ويقول الحمد لله. ده انا عاوزك تجيب له بطانية زي بتاعتك انت، علشان الألف جنيه اللي انت بتتغطى بيها في الليلة دي في ساعة، هو بيتغطى بخمسين جنيه. شوف فرق قد ايه عشان يوصل لك. نفسي الغلبان والفقير يبقى ياكل ويشرب زيك، وتديله من لقمتك زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقعد مع الغلابة وياكل ويشرب معاهم، وياكل زيهم ويشرب زيهم وينام زيهم. إنما ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة، هون عليك، خايف مني ليه؟ ده ربنا ادالي الدرجة دي هي عشان أنا أنزل لك أنت. هو ده عشان أنا النهاردة يوم ما تزينك في زنجة لاجل الكل وقف جنبي، يوم ما ابني يحصل له حاجة ده ابن فلان كل يجري عليه، يوم ما تسيب المكان وتمشي الكل يبكي عليك ويحلف بحياتك ويدعي لك لحد ما ينتقل رحمة الله، وكل الدعوات دي توصل لك وكل خير تعمله قاعد لك ليوم القيامة. عايزين يبقى فيه مساواة، فيه عدل، مش لازم نقول بقى فلان وعلان، انت مع نفسك انت اعدل مع الفقير، اعدل مع اللي اقل منك في الشغل. مش لازم اقعد على المكتب واحط رجل على رجل وخد يلا وتعالى ما اعرفش يا ابن كذا يا ابن كذا يا اللي كذا. ده اللي يعني ده اللي بيسب واحد يبقى بيسب ابوه وامه. لعن الله من سب اباه، لعن الله من سب امه. قال وكيف يسب الرجل اباه وامه يا رسول الله؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. انت بتسب فلان وبتقول لي يا ابن كذا، شتمته، ممكن يردها عليك. يبقى مين اللي لعن ابوه وامه؟ انت السبب ان هو رد عليك الشتيمة دي، انت السبب ان وصلت اللعنات لابوك وامك وامه في قبرهم. عايزين نحس بامن وامان كلنا زي ما احنا حاسين بيه وعايشين فيه، يبقى نخلص للبلد دي، نخلص لجيشنا، لشرطتنا، لقيادتنا، لحكومتنا، نخلص لبعض، نحب بعض علشان الامن والامان ده يستمر.
واحمدوا ربنا ان انتوا عايشين في نعمة الامن دي ونعمة الامان. والله يا اخوانا اللي حاسس فعلا اللي مش عايش في امن وامان هو اللي عايش في رعب وعايش في خوف وقلق، لكن انتوا الحمد لله عايشين في افضل نعمه ربنا انعم علينا بها، ربنا يديم علينا هذه النعمه. اسال المولى جل في علاه ان يكتب لنا الامن والامان في الدنيا وفي الاخره. اللهم ارزقنا نعمه الامن والامان، اللهم ارزقنا نعمه الامن والامان، اللهم ارحم شهداء هذا البلد يا رب العالمين، وشهداء كل من دافع عن الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا يا كريم، واحفظ جيشنا وشرطتنا يا رب العالمين، واحفظ شعبنا وقيادتنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الدين، وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.